بعد هالروبورتاج اللي كلنا حضرناه ويلي رجع فينا لأربعة آب هاللحظة يلي خطفت أنفاسنا كلنا هاللحظة يلي هي ممزوجة بحزن تعب ووجع من بعدها وباء كورونا يلي خلينا نترك أشغالنا نقعد ببيوتنا نشتاق للناس اللي منحبها لكن عنا ثقة كتير كبيرة إنه السنين والأيام الجاية كتير حلوة طالما نحنا عنا امل ورجاء وايمان انه هو الله قبطان هيدي الارض بهالحلقه المميزه بليله راس السنه رح نودع فيها سنه مليئه بالصعوبات تنستقبل سنه على امل انها تكون كتير حلوه على الجميع وبدي رحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان او بالخارج وبدي بدي رحب بزميلتي ريان الفتى يلي رح بتكون عم بترفقنا خلال هيدي السهره هاي ريان هاي ريتا انا كمان بدي رحب فيكي وبدي رحب بكل المشاهدين من وين ما كانوا عم بتابعونا بلبنان او بالخارج عبر مريم تي في صحيح ريتا صحيح هالسنه فقدنا فقدنا جزء من ذكرياتنا، فقدنا اشخاص غاليين على قلبنا بس هن رح يضلوا عايشين بقلبنا وعقلنا و... وتفكيرنا كل العمر. صحيح انه هالسنه انحرمنا انحرمنا من انه نشوف الضحكه على وجوه الاشخاص اللي بنحبهم، انحرمنا من غمرتهم بس كنا عم نستفيد من وجود عائلتنا حدنا. طبعا. صحيح انه هالسنة كمان وقعنا وضعفنا بس قدرنا بفضل تماسكنا وقوتنا انه نرجع نتوحد ونرجع نعمر ونبني بلدنا لبنان، صحيح انه السنة كان الوجع كبير والحزن اكبر بس لازم نضلنا مؤمنين انه ربنا وامنا مريم العذراء حدنا ما رح يتركونا ابدا ونتمسك بالامل لو قد ما كان ضعيف. أنا بتمنى مشاهدينا أنه تقضوا معنا الليلة أحلى وقت مع فقراتنا المتعددة وضيوفنا المميزين ورح نبلش هلأ بأول فقرة لألنا الليلة وأول ضيف معنا الفقرة الأولى مع المونسنيور شربل أنطون النائب العام على أبرشية جبال المارونية بدي رحب فيك مونسنيور شربل اهلا فيكي ريتا انا اني اكون معك اليوم على هيدي السنه المباركه نعم ولانه على امل أن تكون سنه مباركه وسنه سلام حبينا نفتتح هيدي الليله مع حضرتك ومع رساله البابا آه قديسه البابا فرانسيس يلي حكي عن السلام ويلي قال انه السلام كمسيره رجاء حوار ومصالحه وتوبه بيئيه هيدي كانت عنوان هيدي الرساله معك رح نفسر ونفوت اكثر بهيدي الرساله سنيور نعم صحيح البابا فرانسيس درجة العادة على كل راس سنة بيعطي رسالة سلام نعم. للبشرية عملها بال 2014 بال 15 16 17 18 19, 19 وهلا قبل 20 ومثل ما سبق وتفضلتي وقلتي بلش فيها هيك لما بلش يحكي عن شو السلام خ... أخذ أول عنوان عريض وبيقول هو في إنه السلام هو طريق رجاء أمام المحن والصعوبات نعم. ع... تحت أول عنوان شو المقصود الرجاء السلام هو رجاء طريق رجاء بيحكي ده العالم اليوم في صعوبات ده في محن ده في حرب ده في مجاعات وخصوصا بهالسنة اللي قطعت صحيح يلي كانت كلها صعوبات كلها مشاكل كلها تجارب كلها وباء كان عم, بي... عم بالبشرية عم بيقول انه نحنا لا وصلنا لهون لانه ما كان في فعليا سلام. لانه ما كان في سلام بالبشريه. السل... البشريه عايشه صراعات والسلام تيسير بده هو في طريق رجاء لاله. لا. للانسان اللي عنده يكون عنده رجاء وبعدين رح يختم بهذا الرجاء وبعدين رح نحكي عنه. هو فعلا اذا اردت انت انه فعلا يكون السلام موجود في العالم امام الصعوبات وامام المحن انت رجائك لازم يكون السلام تقدر تحل المعضله والا ما بتقدر تنتصر لا على المحنه ولا على الصعوبه وعلى المشكله نعم يعني من بعد كل هالصعوبات و... بدي يكون عندنا ثقه سقة... سقة... انه ما بعد السب في قيامه كتير منيح نعم. وهذا المطلوب يعني ليش بيقول هالسلام هو رجاء نعم. يعني بس انت ترجع انك تقدر فعلا تعيش هالحالات الصعب يلي عشتها انك توصل انك تعيشها بسلام مشان هيك رجاء طريق نعم. رجاء يعني بس تقول انا امام محنه في كثير نعم. اليوم صابوا بالكورونا وكثير ناس بزعنين من الكورونا بالسنه الماضية لازم تقول انا بدي سلام بالبيت هذا السلام هو رح يولد لك الرجاء رح يكون طريقك هو طريق رجاء معلش في صعوبه بعيشها بسلام هذه طريقك وكانه انت كل محنه بتصال قدامها كل صعوبه انت انت بتصال قدامها بدل ما تتخبط وتعيش الازم النفسيه وتعيش الستريس وتعيش الوضع الصعب وصير بدك حبوب مهدئه للأعصاب وصور بدك ما عارف كيف بدك تفش خلقك بمين وتعطى الهم بكره تعطى الهم بكره السلام هو طريق رجائك قول انا بدي اعيشها بسلام بدي احمل الصليب بسلام من دون عنف بدي بتواضع هم بتلفتني شخصيه سمعان الكرواني اول صحيح. ما بلش يرفض الصليب جيسو يسوع حمله اياه سمعان بس حمل الصليب مجبر نحن مجبرين بحمل هالوباء ومجبرين بحمل الازمه الموجوده عندنا بلبنان بس حمله مش رفضوا دغري اول طبه وزاد الصليب وقال بطل بدي حمله كفافي للاخر ورجعوا حطوا يسوع عليه هيدا ايماننا المسيحي هيك بيعلمنا انه رح نحمل صليبنا بس مش لازم نتعب من اول يمكن مطب نطلع عليه اول عيش بسلام حمله بسلام وطريقك رح تكون هي طريق رجع هي طريق رجع انك تعيش السلام وكانه بعمم المحن ترجى وخلي يكون عندك رجاء كثير قوي انه اخر المطاف رح يكون في شو؟ سلام عيش السلام توصل للسلام هون رسالة البابا كمان بتذكرنا بمريم مريم عاشت هيدا السلام عاشت السلام مع يسوع بكل مراحل حياته دايما حتى أمام الصليب رح تبكي بصمت رح تعيش الأزمة والمحنة الكبيرة محنة موت ابنها قدامها رح تعيشها بسلام وكأنه هو طريق رجاء لها هالصعوبة اللي شافتها رح نشوفها ما رح تفزع رح تكون شجاعة وبسلام كتير كبير رح تتقرب من خشبة الصليب المصلوب عليها ابنا نعم وبسلام وبمحبة أمام الصعوبة الكبيرة عم بيموت الابن عم بيقول له يا امرأة هذا ابنك رائع حتى يسوع منتصر وين لا بثورة ولا بعنف ولا بي ولا بيقتال مثل ما بيقول عنه النبي أشعيا مزبوط القصبة المردودة لن يكسر شو القصبة المردودة؟ القصبة المكسرة المردودة يعني مخلوعة مم. أقل هبة ريح شو بتعمل فيها للقصبة؟ بتكسرها تنكسر صح هو القصبة المردودة ما رح يكسرها والفتيل المدخن والفتيلة المدخنة لن يطفئ شو معنات الفتيلة المدخنة؟ يعني في فتيل فتيلة شمعة طفيناها ببدل فيها شوية رماد جمر صغيرة وبتصير تطلع دخنة صحيح. حتى هالدخنة الصغيرة يسوع المسيح لن يطفئ الى ان يصل بالحق الى النصر حلو لان منه يسوع ما رح يعمل ازمات ثوره ولا رح يكسر الدنيا تا يوصل للنصر كالحمل سيكا الى الذبح بسلام وكالخروف امام الجزار لم يفتح فاه بس اي متى انتفض واي متى كان في عنده قوه صارمه لما صار الهيكل بيت تجارة صح مش بيت الله بيت للصلاة لقد جعلت بيت أبي مغارة لصوص انتفض على الشر حيرة بالشر أما علاقته مع البشر علاقته مع جالدي علاقته مع يلي كانوا عبيدينه يا علاقة سلام يعني حتى هو, هو قام بثورة سلام فينا نعتبره آه، أكيد وهيدا أكبر مثال لنا نحن اليوم بال... يمكن بالأزمات اللي عم نعيشها حتى موقف مريم عند الصليب لما شافت ابنها عم بيموت اليوم كتار من الأمهات لازم يتمثلوا بمريم ويقولوا مثلك يا مريم عم بتعلمهم يعني هالموقف الصعب أنه يكون عندهم لا ثقة كتير كبيرة أنه ولادهم يمكن اليوم في ايام لأولادهم وحتى موقف يسوع لما انتفض بالهيكل انتفض من حبه للهيكل هيدا بيت بيو هيدا لانه بيقول الانجيل غيره بيتك اكلتني صح انا انا قمت بفعل اني منعت في شر وقاومته بقوه ليه لانه غيره بيتك ما قدرت اتصور انه بيتك صار مغاره لصوص صحيح ما هين علي هذا بيتك هذا بيتي هذا بيت بيي اما بيحملوا الصليب بيحملوا الالم كالحمل الصيّك الى الذبح وكالخروف امام الجزار شو بيقول النص كثير قوي لم يفتح فيها لم يقاوم لم ينتفض عشت بسلام انتصر الى ان يصل الى الحق بالنصر الى النصر بالحق وهذا المطلوب منا نحن مننا. اليوم مشان هيك قال إيه البابا السلام اول عنوان بهذا الـ الـ الرساله الوجهة وجهها طريق رجاء في عز المحن والصعوبات مم. يعني هذا الطريق تبعنا نوصل بسلام لانه رح نحقق كل شيء بسلام بشي بالسلام توصل للسلام بشي بالشر توصل للشر صح الخير ينتج الخير اما الشر ينتج الشر حتى هي طريق القداسة كلها مليانة سلام تنوصل للقداسة بدنا نكون ممتلئين فعلا من السلام الداخلي كتار من القديسين أو إذا بدنا نقول كل القديسين عاشوا هيدا السلام توصلوا توصلوا تصاروا قديسين احنا يمكن مش مطلوب منا نكون قديسين بمعنى مثل يمكن شرب الورف او اللي بنعرفهم قديسين يمكن على الارض قديسين باعمالنا هيدا السلام اللي خ... اللي رح يخلينا نكون فعلا قديسين شو بيقول مار بطرس بالرساله له الرساله الاولى طبعاً مر بطرس بيقول اذا انت أردت ان تحب الحياه وتريد ايام صالحه وهي بقولها لكل المشاهدين لانه اليوم نحن بنفقدها بدك بتحب الحياه كلنا بنحب الحياه صح كلنا بصير نتمنى وخصوصا نحن فايتين بالسنه الجديده اه كلنا عم نتامى هلا عم نتمنى يا ريت 2021 تكون احلى من اللي عشناه بال 2020 صحيح شو بيقول مر بطرس؟ اذا اردت اردت ان تحب الحياه وتريد اياما صالحه كفف لسانك عن الشر وخلي لسانك ما يلفظ لا تتكلم بالمكر واطلب السلام وجد في اثره يعني شو اطلب السلام؟ يعني روح فتش على السلام واشتغل قد ما فيك بجهد تتقدر تحصل عليه. لا لان عيني الرب تنظر الى المتواضعين. حلو. الى الى الذين يتقونه. عيني الرب تنظر الى الابرار. ما تخاف بدك سنه حلوه فوت بالسلام. اطلب السلام سنتك بتصير حلوه امشي مع الرب. سنتك مباركة دايما أنا بقولها وبجددها بيقولوا إن شاء الله سنة 2021 تكون أحلى عم بعيدة إن شاء الله سنة 2021 ما تكون مخبية مصايب وهموم وشو تكون السنة مباركة <صح>, صح أنا بقول السنة ما مباركة السؤال منو السنة مباركة أو الأيام مباركين بعد زيتون نحن أنت نحن نحن كيف عم بتعيش السنة؟ فيها تكون كلها أزمات وأنت فرحان فيها تكون كلها مصاعب وانت حامل الصليب ببسمة وفيها تكون كلها حزن وفقر وانت شبعان بيسوع يعني احنا بنكون عم نشوفها لهالسنة من غير منظار من غير منظار بغير, بغير طريقة بغير منظار بيقول سفر الأمثال بالمزامير بيقول لقمة يابسة مع سلام خير من بيت مليان ذبايح مع خصام لقمه يابسه مع سلام نعم بيت عايشين اليوم في كثير ناس عم عيدت العيد ورح تعيد كل الاعياد اللي بدها تيجي عيد راس السنه ويمكن بكره جاي الغطاس عايش عاي عايشتها بفقر ما تخافوا هذا الفقر اللي عشتوه او اللي شي عشتوه عشتوه بسلام خاير من بيت مليان كله ولائم بس في قلبه في خصام نعم وهون هل... كمان مونسينيور انا بحب آ... او برجع شوي بالذاكرة للبابا يوحنا بولس الثاني يلي يعني هو عايش حرب كثير كبيره وهو مثال كثير كبير للسلام لانه يعني فعلا رغم كل هيدي الحرب والاضطهادات اللي كان عايشها او اللي كانت بلاده عايشتها بوقتها كان دائما يناشد بالسلام وبالرحمه وهيدي مزبوطه وعاشوها كل الباباوات بالكتاب بيك بكتاباتهم ويلي اشار الى البابا فرانسيس بالفكرة الثانيه شو بيقول السلام بيقول طريق او درب بيقول مسيره بيستعمل كلمه مسيره اضبط مسيره اصغاء هي مسيره اصغاء مبنيه على الذاكره شو معنات هي يعني شو مبنيه على الذاكره والتضامن يعني هي مسيره اصغاء تسمع شو صار بالتاريخ شوف اللي قطعوا ونجحوا بالسلام كيف عيشوه لانه هن كانوا عايشينه وصلوا تعلم من اخطاء الاخرين تقدر تصنع السلام بعدين خبره يوحنا بولس الثاني تعلم علمته الحياه ما بتقدر توصل للسلام الا اذا انت زرعت السلام وهيدا اللي عاشه السلام يلي كان عايشه داخليا رغم اضطراب بلده ما كانت هينة عليه ابدا لانه انا بعرف انه كانوا عينة حتى عم الاصحاب عم يتقتلوا و... اصحابه دائما في حاله اضطهاد شو يلي خلاه ينتصر بعدين واذا بنشوف مراحل درب حياته بالكتابات اللي عملوها عن حياته ما كان يروح للفوضى ما كان يروح للقتال كان يروح للسلام صح. ولما يستغربوا منه كيف هو عم بيواجه الامر بشو بحاله سلام هو اللي عمل ثوره سلام هو عمل ثوره سلام بعدين نعم. وخلى غير انظمه يوحنا بولس الثاني بشو بالكلمه بالسلام ما حمل سيف ما حمل بارودة بس اليوم المشاهدين اللي عم يحضرونا بيقولوا انه يمكن من بعد هالاضطهادات اللي عشناها من بعد الحروب اللي, اللي مرقنا فيها يعني مرق لبنان والعالم بحروب كتير بشعه وصعبه ناس خسرت احبائها اصدقائها عاشت بالفقر انطلاقا من يمكن هيدي النقطه صعب شوي على المشاهد ويمكن ثقيله تجي تقول لهيك للمشاهد انه بدك تعيش السلام اليوم يمكن هال كل هالاضطهاد وهالحروب زرعت شوي يمكن من ميله ما بينلاموا من ميله يمكن لو كان وجود الله اكثر بحياتهم ما برافو كانوا عاشوا هالاضطراب بس بس من ميله يمكن زرع شوي فيهم هيك مثل حقد وكراهيه للاخر جاوبتي بسؤالك وين المشكله؟ اللي عشوه منه هين خصوصا يلي تدمروا ايه بالانفجار الاخير ناهيك عن الازمه الاقتصاديه واللي ماتوا بالكورونا واللي فقدوا احباب احباء لهم واللي عينوا هلا عم بيعينوا كل يوم تخبرين عن السلام بتقولي لهم بدك تعيش السلام في انتفاضه ما يمكن صح ما راح يستوعب بيقول لك اي سلام وبيتي أه نهد كله وانا ماني قادر رممه خاصه لانه سعر صرف الدولار عالي وانا فقير صرت ومن ايه. دون شغل اي سلام عم تحكيني صح ما راح يفهم كلمه السلام بس اذا كان الله موجود بحياته رح يقول يا رب انا بشكرك على النعمه حتى بالصليب انا بشكرك حتى بالالم انا بشكرك مين بيقدر يحكيها هي يلي عايش حاله روحيه مختبر فيها اهميه وجود الرب بحياته يعني ما عنده مش يحمل الصليب بده يكون هذا انسان بيصلي بحياته انسان قريب من يسوع انسان قريب من مريم انسان عم بيعيش حاله روحيه كل شغله بشوفها المصيبه بيشوفها شو بشوفها نعمه بيشوف كلمات مربول مطبقة عن جد بحياته لما بيقول عندما تكسر الخطيئه تفيض النعمه يعني عن جد عيش حاله حب عيش حاله يلي يعني عم بتعيشها رف كانت عم بتقوله له لما بتحبني بعتلي الصليب وانا ناطر <applause> بتكون عيش هالحاله اللي عم يتسمع لنا هلا بيقول شو عم بيحكي لابونا صح انه شو عم بيسير لابونا <applause> عم بقول له هالحاله موجودة مش انه ضربة من الخيال هي حالة موجودة يلي بيبقى عيش حالة غرام بيسوع مثل ما واحد مغروم ببنت او بنت مغرومة بشاب ما بيعيشوا حالة غرام صحيح الحالة ذاتها بتنعيش بس بقوة اقوى واقوى ومتربة مربع مخمسة شو ما بدك تقولها بتنعيش ذات الحالة مع يسوع بس اليوم بكثير من الاوقات يعني انطلاقا مني راح احكي مني انه بقول يا يسوع ليش عم بتحملني هالصليب الثقيل هالصليب الصعب سؤال طبيعي سالوا حتى يسوع بجبل الزيتون شو بيقولوا له لبيو هذا يسوع شو بيقولوا بي لبيو ابعد عني هذه الكاس هذا سؤال طبيعي لانسان بشري اول صرخه ما تحملني اياها بس يسوع رجع علمنا شو بيصير من بعد هذه الصرخه يا ابتاه فلتكن مشيئتك دخل بمشروع الله صعب على المنطق البشري يفوت فيها دغري ايه كلنا بنرفضها اول شيء ويسوع برجع بقول كبيرنا الهنا وامام هذا التحدي شو يا بتا أبعد. ابعد عني هذه الكاس ولكن لحقت وحملته تكن مشيئتك وتاكد ايها الانسان لحقت وحملته وهكد مشيئه الله تنتصر حلو تصل الى السلام الحقيقي يلي هو اساس كل شيء لانه نحن عايشين بسلام مؤقت على الارض سلام واقعي ولكن ما بيعكس كل الحقيقه الحقيقه فوق بالسماء بالملكوت هونيك في السلام الحقيقي نحن ما نو مزيف منعيش لانه الله يسكننا بسلام الحقيقي هون ولكن الصوره مش مكتمله صورة بعدها مش واضحة ما رح نفهم الصورة السلام الواضح إلا وين بس نصير أمامه ساعتها منعيش النقطة الثالثة يلي بيحكي عنها البابا فرانسيس برسالتو مسيرة توب ومصالحة السلام ليه توب و... توبي ومصالحة بتبلش على الأرض ولكن تتتوج وين في الملكوت نحن تفعلا نعيش السلام هلأ بهالنقطة الثالثة برسالة البابا فرانسيس هي مسيرة التوبة ومصالحة أنا ما في عيش السلام ونائم على الآخر بدي طبق يا عم نقمين على كل شيء في سياسين بالبلد هيدا نحكي الامور مثل ما هي صح نقمين على كل شخص عم بيزعجنا نقمين على الوضع العام نقمين عن العالم كله نقمين انه وضعنا منه منيح ما بدي اعيشهم برد بالتوبه بدي مسيره التوبه بدي اتصالح بدي اتصالح مع الاخر ولو الاخر اخطا إلي بيستعملها بيستعمل البابا فرانسيس هالشي بيذكرنا بكلمات الانجيل بيقول كم مره لما اجى بطرس يسال يسوع المسيح كم مره اذا اخطا الي خي انا لازم سامعه؟ بيقولوا له سبع مرات شو بيجاوب يسوع لا أقول لك سبع مرات، بل سبعين مرة سبع مرات، مم. بيستعمل هيدي الآية البابا فرانسيس لما بيحكي عن هيدي النقطة، مسيرة التوبة مصالحة، خيك هلا أنت متأزم أنت وياه، اليوم في إخوة متنازعين على شقفة أرض، متنازعين على بلكون، متنازعين على على حق مرور، مم. ما رح يمشي الحال غير ما تصالح خيك، غير ما ترجع تعيش السلام الحقيقي بس تعيش السلام الحقيقي بينك وبين خيك انا بقول لك رح تعيش سلام يسوع رح تكون مبسوط حتى لو حمل الصليب يعني هيدي النقطة بتبلش من حياتنا اليومية من بيتنا يوم. من عملنا هيك بنكون يمكن عم نتمرن انه نعيش السلام بالصعوبات وبالازمات الكبيرة مسيرة التوبة بتبلش بين الزوج والزوجة بين الاهل والأولاد بين الاخوة بين بعضهم البعض بين الاخوة والاقارب بين بين الاشخاص وجيرانهم بين الجيران والاشخاص اللي بالمحيط تبعي بالحي تبعي بين الاولاد الحي تبعي واولاد المدينه او اولاد الضيعه هيك هي مسيره ها حلقه كبيره بس بدها بالبيت واحد تفكر انها بتبلش برا البيت غلط ما بتبلش برا البيت انا قاعد علقين انا ومرتي بقلب البيت ما في سلام علقان انا واولادي برا البيت كيف بده يجي السلام من برا؟ صح هذا اللي عم نقوله بتبلش من حياتنا اليوميه مني انا مم. حتى اذا بلشت مني انا لو ما في سلام برا صرت افرض سلامي مع برا بس اذا كان في انتفاضه داخليه قد ما يكون في سلام برا انا منتفض حتى السلام الجواتي بيعكس على غيري مثل ما يمكن انا بكون اوقات بحاله توتر هالتوتر بيعكس على غيري هذا السلام نفس الشيء تحصيل حاصل يوم روحي تلاقي بشخص في سلام ما بتلاقي ما بتتصادفي ايام ريتها بالحياه باشخاص مثلا بتبقى البسمه على وجهه بتقولي شو بيريح صح شو في سلام بوجهه صحيح عكس ما يحكي شيء يمكن ما يحكي كلمة بس بسمته شو بتعطي؟ سلام سلام خاي في واحد نحكي معه برواق بيبقى ايام يكون قدامك اشخاص عيونه عم بثورة غضب اكثر من تاني بتصير حايصة بدك تمشي مش قادرة تبقى تتحملي وهو ما بيكون عامل شيء بس الغضب معكوس على وجهه انت كيف عايش مسيرة التوبة تبهي مسيرة التوبة يلي بيطلبها بيقول عنها البابا مش بس مسيرة مع الآخر هي كمان مع الله لأنه مربوطين ببعضهم عندما بتصالح الله تلقائيا نعم الله رح تخليك تصالح خيك وعندما بتصالح خيك أنت دخلت بمصالحة مع الله وهيدي هيك هالنقطة بتذكرني ب بجمله دائما بنرددها وبيرددوها المشاهدين بالقداس اذهب وصالح اخاك ثم عد وقرب قربانك هيدي مسيره التوبه والمصالحه مسيره التوبه والمصالحه أه. اريد رحمه لا ذبيحه صح انا بدي انت تصالح خيك خي انا مش انا يسوع انا المهم مش انت جاي تقدم لي مثل ما انت عم بتقولي اريد انا بدي قرب قربانك انك تصالح خيك قبل مم. ما تقدم قربانك انا يسوع وانا الاساس انك تقدم لي قربانك تقدم لي كل شيء ما بدي اياهم بتفرح لي قلبي اذا رحت صلحت خيك اكثر من هودي كلهم آه. نعم كمان مونسينيور البابا ذكر نقطة كثير مهمة الحوار قد هو مهم بحياتنا اليومية والحوار يلي بيبدأ, بيبدا بعيالنا وهي بيحكيها ليه؟ لأنه الحوار هو مثل طريق مم. فرعية أساسية رح أقول طريقة مش فرعية خليني أقول طريق أساسية نعم لإنشاء السلام لا إذا أنا دليت عند أفكاري وأنت دليتي عند أفكارك أنا يمكن أفكاري فيها وجهة نظر صح وفيها وجهة نظر غلط وأفكارك فيها وجهة نظر صح وفيها وجهة نظر خاطئة وما في حوار بيني وبينك أنا رح أفكر فيك بالعاطل وأنت رح تفكر في بالعاطل وتنانيتنا ما رح نكشف شو الإجابة اللي فينا صحيح م. خلينا نتحاور نعم البابا خلينا نتحاور هل مهم الحوار لا أنا وعم بحاورك وأنت عم بتحاوريني رح نكتشف أنه في نقاط مشتركة بيني وبينك وهالنقاط المشتركة بيني وبينك رح تكون شو ملأ حوار وسلام لكن هالحوار بده يكون هيك مدموج بإصغاء أكيد تنقدر نفهم على بعضنا أكثر وهون آه. صحيح الفكرة لا لانه ما في حوار بناء الا انت اذا ما صغيت للاخر صح بدك تصغي عم شو شو بحاور بحاور حالي مم. بدي اسمع انت شو عم تحكي بدي تسمع مزبوط لانه عندنا مشكله نحن بمجتمعنا نحن بنتسمع لنصغي يعني ايام كتير انا بكون عم بحاور اشخاص عم بعطيهم مت... عم بعطيهم شرح بيبقى بالوقت اللي عم بعطيه الشرح هو عم يتسمع لي ايه بس هو مش عم يتسمع لي هو بي... فعليا مش عم بيصغي لا بيكون عم بفكر بالجواب او عم بفكر بالسؤال الثاني خي ما خليني أخلص فكرتي يمكن اذا صغيت لي لفكرتي رح تنتبه انه سؤالك الثاني ما له لزوم انا صحيح. شرحته صح ويمكن الفكره يلي انا وياك عم نختلف عليها ما لها لزوم ترجع تعيدها لانه توضحت مزبوط بس بالوقت يلي لازم تصغي فيه انت شو كنت عم تعمل عم بتفكر بسمع. عم بتفكر مش عم صح. مش عم تسمع مش عم تسمع ما في شيء في كلمات عم في اصوات عم بتفوت على بس فعليا انت لا عم تسمع ولا عم تصغي انت عم تفكر وعم تفكر في غلط لا اسمعني من هو الانسان الناجح الانسان اللي بيعيش السلام فعلا هو الانسان اللي عنده طاقه على الاصغاء ياخذ كل شيء يحلل يحاور ويلقي سلاما لا. مونسنيور نقطة أخيرة رح نحكي عنها قبل ما تخلص هالفقرة يلي هي التوبة البيئية معليش السلام يلي هو كتير مهم مش بس بين بين بعضنا السلام الحلو بين البيئة بين بيتنا المشترك هي حلو نضوي عليها هالنقطة هيدي أكيد استوحاها البابا فرانسيس من السينودوس اللي عملوه تبع الأمازون وبيذكروا إنه نحن بالسينودوس اللي عملناه عن الأمازون ده آه البابا فرانسيس دخل بمفهوم ده لازم يكون الانسان بحوار جيد ورائع مع, طبيعة مع آه. البيئه مع البيئه وها ما بستبعد عنه هذا الشيء لا ما تقولي الا اسمه فرانسيس <applause> يعني اخذ روحانيته من فرانسيس <applause> الاسيزي صح الاسيزي هذا شفيعه مم. شفيعه يلي هو انشا المصالحه بين الانسان والطبيعه بريفورم كتير كبيرة بقلب الكنيسة أنا بسميه هو شفيع هذه الطبيعة الذي خلقها الله يلي شاف من خلالها شاف من خلالها جمال الله يعني كان يتأمل بالبحر يتأمل بالشمس يتأمل بالطبيعة بالأزهار الأشياء هو قدر يسيطر عليها كان يشوفوا شو صورة بإنسان تحت تفعلا يعيش فيها السلام كان يمجد الخالق من خلال هيدي الطبيعة طبيعي لانه كانت صورة تعكس وجود الله، نعم. تعكس جمال الله. مشان هيك ع... نحن اليوم منا بحوار منا بمصالحة مع البيئة، شو ما في شيء بالبيئة منكسره. امم بنشوف بنشوف بيئة بنصير بدنا ندمرها. منشوف أي شيء بدل على جمال بنصير بدنا نشوهه. وإيام نشوهه بأفكار مأساوية. للأسف خدي وقعنا اللبناني هلا، ما راح نكون بعيد. دعنا دمار بيئة. ما رح نحكي عنه لا يوصف <applause> حتى نحن ب ب بسلامنا الداخلي ايام منو نابع النتيجه لألو هو اتساخ نعم <applause> بيئي <applause> لا <تصفيق> لانه ما بعيش السلام انتبهي كله مربوط ببعضه الانسان بعيش السلام اذا شاف الورقه على الارض المجويه بلمها وينظف <applause> المكان مزبوط. <applause> الانسان اللي مش عايش سلام بيوسخ بيبدا من حاله يبدأ مش من حالة. شو وقفت عغيري. على غيري علي اللي وقفت صح مون نحن وصلنا لنهايه هيدي الفقره لكن قبل ما نختم بدي من حضرتك كلمه انطلاقا من رساله البابا فرانسيس وعم نختم وعم سنه الـ 2020 ونستقبل سنه الـ 2021 النقطه الخامسه اذا اردتم السلام ارجو السلام نرجو السلام نحن فاتين بسنه جديده رجوع السلام خلينا نحن نقول بدنا سلام نقول كلمة بدنا سلام تفعلا يجي السلام ما في يقول أنا بدي السلام وأنا ما اعمل شيء خلينا نبلش على بكرة رح يكون الشهر تلاتة الشهر بعد بكرة ولا... وجي جاي الأيام كل يوم بس نوع الصبح لكل مؤمن مسيحي رغم الصعوبات الموجودة عندنا بلبنان وكثيرة وعديدة ويمكن أصعب بلد عم بعيش أزمات هو حاليا وطننا قولوا الصبح يا رب خل النهار يكون نهار سلام حلو بلشوا النهار اطلبوا فيه السلام تاكدوا رح تمر السنه كلها سلام حلو هيدي صلاة منك يعني ابونا صلاة نقوم فيها كل يوم نعم انا بدي اشكر وجودك معنا وبدي اتمنى بدي اتمنى لك سنة مليئة بالسلام... بالسلام بالسلام طالما يسوع موجود بقلوبنا جميعا خلينا اياك والسلام يكون معك ريتا ميرسي ابونا <applause>